ثلاثة. موس وين راح يحطها؟ يسار ولا راضي يشيلها يحطها؟ الله جول أهلاوي، جول القلعة الخضراء، الإمبراطور يكتب مع بدايات السطور، جول للأهلي على الدقيقة 26 بداية كتابة السيناريو، الإمبراطور على بداية كتابة السطور. هكذا يفتتح هذا اللقاء، هكذا نكتب فرشة هذا اللقاء. الأهلي يبدع من خلال ركلة الجزاء الأولى، وبالتالي هدف يأتي لمصلحة المباراة تحديدا، لمصلحة المباراة. راح والله معاه راضي، راح راضي، لكنها كانت أسرع، لكنها كانت الحقيقة واضحة من